فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مسألة الجد مع الإخوة، يقول هل المقصود بالإخوة هنا إخوة الجد أو إخوة الميت؟ إخوة الميت يا أخي، ما هم إخوة الجد. إخوة الجد ولا أعمام، ما يقال لهم إخوة، أعمام للميت. هذا في إخوة الميت، نعم، مع جده الذي لأبيه، ما هو بعد جده لأمه، ما يدخل في هذا الجد الأم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.